بيوت عمرانة كلمة كبيرة وقوية ومعناها معبر جدا جدا وإحساسها رائع. البيوت العمرانة دي بتبقى عمرانة بشوية حاجات لما هنقولها هتحس إنها خفيفة جدا وقريبة جدا إنها تتعامل وسهلة جدا إنها تتعامل، بس أوقات بتكون بعيدة عن ذهننا شوية، وأوقات الشيطان بيعمل عمايله علشان يخلي البيوت دي تفقد الأحاسيس دي. الودودة والونس، إن يكون ليك ونس في البيت، حد تقدر تتكلم معاه من غير ما يعلى تون صوتكو ومن غير ما تقلب بخناقة، حد تقدر تروح لما تكون متضايق تقول له انت زعلان من ايه من غير ما يقلب الكلام بمعنى تاني او ياخده بشكل مختلف، حد يكون فهمك وسمعك وسندك ومقويك. الاحساس ده في البيوت بيملاها حب ودفى، انك تحس انك ما تهنش، انك ما تنامش زعلان واللي قدامك يسيبك تضرب دماغك في الحيط، لا ده زعلك غالي وخطرك غالي، وما تهونش على اللي حواليك كلهم حتى ولادك، محدش يقدر ينام وهو مزعلك. احساس ان كل الموجود مع بعضه، احساس التيم افتقدناه، ان ولادك يساعدوك في حاجات انت بتعملها بقينا بنعملها لوحدنا، اما اننا بنوفر ولادنا علشان بعد كده هما هيشيلوا المسؤوليات، او اني بريح راسي من دوشتهم وكركبتهم حواليا. بس الاحساس بيبقى مختلف لما بتاخدوا الموضوع بحب وتعملوا الحاجة مع بعض. يعني الست ما تقفش لوحدها في المطبخ تعمل الحاجة، لو جوزها دخل عمل معاها حتى السلطة قعد يتكلم معاها، كلام المطبخ ده بيبقى فيه حواديت وقصص حتى من القديمة بنحكيها عن أجدادنا وعن أبائنا وعن بيوتنا زمان، بتبقى ما بتتنسيش. لما كنا بنقعدها مع أهلينا وبنفتكرها دلوقتي بنقول يا ريت الأعداد دي فضلت موجودة، لأن فيها حاجات جميلة وأسرار وتفاصيل جايز ما عادتش موجودة في بيوتنا. التسامح، إننا نسامح حتى لو اللي قدامي غلطان في حقي، أقول له أنا زعلان من 1 2 3، اديني مبرراتك عشان ما نمش زعلان منك. حاجات كتير قوي ممكن إننا نعملها وسهلة، بس مش فاهمة ليه إحنا إما بإننا بنتكاسل إننا نعملها أو إننا بتاخدنا الكرامة قوي. أنا رأيي في البيوت بلاش الكرامة تتحكم في العلاقات، علشان أوقات بتقطع العلاقات. كرامتي مع زوجتي إن أنا أروح أقول لها أنا زعلان منها إنها قالت لي كلمة ضايقتني، أو إني أروح إن أنا أعتذر لها عن كلام قلته أو موقف عملته بقصد أو بدون قصد. دايما أفتكر إن الاعتذار من شيم الأقوياء، القوي بس اللي بيروح يعتذر، القوي بس اللي بيعدل من الحاجات الوحشة اللي عملها وعايز الحياة تكون سليمة وماشية سهلة وسلسة. الحياة السهلة والسلسة مفيش أجمل منها. حاجات كتير افتقدناها، افتقدنا أننا نسمعها وافتقدنا أننا نحس بيها. لو حسيت أن أنا غالي على اللي قدامي هعمله بشكل مختلف، لو حسيت أن خاطري غالي عن اللي قدامي أنا كمان هعمله بشكل أنه خاطره كبير عندي، وأنه ما ينفعش يزعل وما ينفعش يمشي من البيت وهو زعلان. حاجات كتير لازم نحطها في بيوتنا تاني عن عمد وعن قصد علشان تفضل البيوت عمرانة. قعدة البلكونة اللي كنا بنعدي على البيوت زمان نلاقي الراجل ومراته قاعدين العصر البلكونة دي وكوباية الشاي، ليه افتقدناها؟ ليه كسلنا نعملها؟ ليه قلنا انها يا ده حاجات عدت؟ لا هي ما عدتش، هي احنا نقدر نعملها، نقدر اننا نشكي لبعض، اقدر ان انا بدل ما اكون صاحبتي هي الاقرب يكون جوزي هو الاقرب، اقول له الحقني انا حصل لي 1 2 3 4. وبلاش يكون رد فعل الزوج انت كل شويه تكلميني كل شويه تعطليني، احتويها. الاحتواء مهم جدا، اني اطمن وانا في البيت مهم جدا، اني ما خافش من رد فعل جوزي او مراتي لما هروح واقول لها انا عملت كذا، يا اما هتصرخ يا اما هيزعق في وشي. بلاش، خلينا نطمن بعض، لان اقرب حد ليا هو الناس اللي في بيتي، ما ينفعش ان انا اكون غريب وهم أقرب الناس حواليا. لازم أروح أقول لهم أنا زعلان من كذا ويلاقولي حل، علشان ما أكونش بايت في البيت العمران وأنا تعبان. عشان نوصل كلنا للسلام النفسي لازم كلنا نكون مع بعض كده، مع بعض إيد واحدة، مع بعض تيم واحد، مع بعض قلبنا على بعض. مفيش بلاش كلمة تترمي بأذى علشان أنا عايز كده واخد حقي، أصلها قالت لي كلمة الصبح ضايقتني. بلاش الكلام اللي بيترمي وبيخسرنا بعض وبيشيلنا من بعض، ونفوس تفضل شايلة مش صافية.
عشان نوصل للسلام النفسي لازم نكون كلنا قلبنا على قلب بعض وكلنا خاطرنا غالي عند بعض.